بس ان شاء الله ينحلوا قضيه الاسرى وان شاء الله رب العالمين بركي صار شويه حركه وشويه انبساط. وضع الناس كرود وما كرود، بقبض الموظف معاشه بعد يوم يومين لهو طاير معاشه، كيف بده ياكل وكيف بده يشتري؟ الواحد كان باي غير رمضان يعني بقضي حاجات بيته، يوم في شيء بيسوي نواشف، يوم في بيسوي بقضي. اما شهر رمضان عندك يعني الصغار بده يعلمهم شو شهر رمضان، تضامن لا اراده الهي، تضامن الهي انه الكل صايم، وكانه تضامن يحسوا كيف معنات الاسرى. الصائم بقول انا صائم عشان شهر رمضان، كيف والاسرى اللي مضربين مشان القضيه Go, go!